لسا عم بيجعك؟ لا لا راح الوجع. طيب فهميني ليش بدون ما تخبريني عم بتعلقي هيك اعلان وبتخبي عني انه وضعك صعب؟ غسان افهم انه انا خياطه، والخياطه شو بدها تعمل غير انه تخيط الفتق والشق؟ وانت عم تحكي كانه رحت وسرقت لي شي شغله، معقول؟ شو هالحكي هاد؟ بدك تشتغلي اشتغلي الشي اللي بدك اياه، بس معقول انا اعرف من الناس انه وضعك صعب؟ ماشي هلا هو صحيح انا مضايقه وما معي مصاري، وانت عملت معي هيك هديك المره. شو عملت انا؟ اتضايقت وما طلبت مني مساعده. هلا شو دخل هالقصه؟ هذا مانو نفس الشيء. نفس الشيء ليش؟ لانك رجال وانا مره عيب؟ بلا ما نناقش هذا الشيء هون. انا بدي اروح على البيت خلص. امتى بدنا نحكي؟ شو رايك نحكي يوم الاثنين بعد الغدا مثلا؟ نحكي بعدين. يا الله شو غريب هالزلمه. الشاي 10، قهوه 15، والغاز بيطلع له شيء 20 ليره. ديما طمنيني ماما صرتي منيحة؟ كأنه انضرب شغلنا يا بنتي، بدها تضل هيك شوي بالشاشة بتتحسن، بس يلي جواتي ما بعرف امتى بده يتحسن. ليش شو صار معك؟ كثير عصبت من عمك غسان، هو بالحقيقة هو اللي معصب مني. قال عم بيقول لي زعلان مني ليش ما طلبت منه مصاري. شو هالحكي هاد؟ نسي حاله وقت مرق بأزمة؟ ما اجى لعندي؟ أعصابي تعبانة. قولي لي قديش طلعنا مصاري بركي بروق شوي. ماما أنا آسفة بس نحن خسرانين. كيف خسرانين؟ بنتي أنا خيطت كل هالتياب والقمصان. طيب وكمان دفيناهن منيح لهيك طلعنا خسراني، ولا تنسي إنه ضيفناهن كيك وبرك. كيف بدك تربحي؟ قديش بقي معنا؟ نحن قديه بقي معنا؟ قديه؟ كسبنا 28 ليرة وحطينا مصاريف 45. يا ربي دخيلك، يعني بهالحالة ما استفدنا شيء. أنا ما انجرحت يا ياسمين، ليش بدي انجرح؟ بس كتير مقهور. يفترض نحن بدنا نعمل حياة مشتركة وانت بتخبي عني هذا الوضع. أنا ما عم خبي حبيبي، بس كنت خجلانة منك لهيك ما حكيت. أي ولا شو خجلانة بقى؟ لأني خسرتك كل مصرياتك بالبورصة. عملتي منيح، انت يلي اخذتي هالمصاري من صاحب الشغل. لو انت اللي اخذتهم ما كان صار شيء، كانوا ضلوا مثل الفله بجيبتك. انا ما كنت قدرت اخذهم منه. هو بالحقيقه انا اخر خطوه عملتها كانت غلط، لانه ما كان لازم انه احط الاعلان وخليك تشوفه وتتضايق من هالقصه، بس كان قصدي ساعدك. خلاص بسيطه، بس بصراحه هالموضوع ضايقني. شوفي انت قديش قدمتي تضحيات كرمالي ياسمين. اي تضحيات كرمال الله؟ كل الشغله 3 أو 5 بنطلونات وكم جاكيت، اصلا هي شغلتي انا خياطه. انت عن جد انسانه رائعه. فيني اقول لك سر مهم؟ كل زلمة بيحلم بمرة مثلك تنتبه وتداري بيتها، بتعرفي هذا الشيء ولا لا؟ غسان وهالإنسان هلأ قدامي ورح تصير مرتي. مو مصدقة يجي هاليوم. الحب الحقيقي بيدفي القلوب وبيشبع الروح، هيك بيقولوا، وهو بيعطي السعادة اللي ما بتقدر المصاري تعطيها أبدا. شوف هلأ، ها شوف هالصورة، كرم كان صغير، شايف شو طالع لذيذ. كت كت كت. بس أحيانا في ناس منتكرم عليهم بحبنا بس ما بيعرفوا قيمة هذا الشيء. شكرا لك. سلمي بيك. صحتين على قلبكم. وبيكسروا قلوبنا بكل وقاحة.
ومشان يخربوا كل شي فوقاني تحتاني بيرجعوا لحياتنا مرة تانية. ياسمين مثل العادة متلبكة مشان عرسها، منفعلة ومبسوطة وفرحانة، وطبعا دائما في مشاكل بتطلع بآخر لحظة. ألو؟ بس هالمرة ما كانت مشكلة عادية، كانت مصيبة كبيرة. سوزان يلي هربت من مشفى الأمراض العقلية حاطة ياسمين براسها وبدها تخرب لها عيشتها. ياسمين خانو؟ مرحبا. حبيبتي، نحن منكون رفقاته لخطيبك غسان من الشغل، وبهاليوم السعيد نحن كأصدقائه بالشغل بدنا نهنيكم وبدنا نبعث لكم ورد. يا ترى بتقدري تعطيني موعد كتب الكتاب بالساعة والمكان؟ بدي أعزبك بهالشي إذا بتريدي. يسلموا إيديك يا حبيبتي، عزبتي حالك. بس غسان قال لي إنه هو علق عندكم ورقة، بهي الورقة في العنوان وأي ساعة كتب الكتاب وكل التفاصيل، بقى بس تقريها رح تعرفي كل شي. يا خانم، أنا قلت لك نحن رفقاته بالشغل، قصدي نحن رفقاته لغسان بشغله القديم. نسيت لك هالشغلة، يعني تقدري تقولي لي عن موعد كتب الكتاب والمكان؟ حابين نفاجئه مشان نقدر نبعث لكم بقى الورد. ما بدي طول عليكي. تكرم عينك، ما نصير ابدا، ونحن ما عم نعمل شي غلط لحتى ما نحكي عنه. وانا بدي اعتذر منكم لانه نسيناكم، مشان هيك انسوا الورد، جيتكم بتكفي. خلص يا خانم منجي، انتي بس قولي لي عن الموعد والمكان مشان نقدر نجي ونبارك لكم بالعرس. اي حبيبتي، اذا الله راد بكره الساعه 3 ببيتكم. طبعا اذا ما صار شيء، لانه ما بتتخيلي قديش نحن تغلبنا على مصاحب، والواحد بالاخير ما بياخذ غير نصيبه. صحيح نحن بنحب بعضنا وبكره بدنا نتجوز، بس بالاخير الامور بايد الله، ونحن كتير تعذبنا لنرجع لبعض، بس كله نصيب بالاخير يعني. صحيح، يعطيك العافيه يا خانم، الله معك. شو تغلبوا على مصايب؟ أنا رح ورجيكي شو هي المصيبة الحقيقية يا ياسمين أنداي. طول ما أنا عايشة ما رح اسمح لكم تتجوزوا. لعما شو هالمجنونة؟ الواحد بيقول ألف مبروك مو بيعيط على العروس، وكمان سكرت بوشي. احترق الكيك. دي مركدي، افتحي الباب، روحي روحي، احترق الكيك. رايحة رايحة. يا ربي. أهلين وسهلين عمو غسان. شو أخبارك ديما؟ تمام. شو أمك مو هون؟ جوا عم تعمل كيك ناضيلة. خليكي خليكي، اسمعي شو بدي قلك. أنا بدي أطلب منك شغلة، وبصراحة ما في غيرك بيقدر يساعدني، بس بدي توعديني هالشغلة تضل سر، تمام؟ بدك تعمل مفاجأة لأمي بالعرس؟ لا حبيبتي، مو هيك القصة. سوزان هربت من المستشفى. شو؟ لا تعيطي، اهدي. هاليوم عند أمك أحلى يوم، ومستحيل نخلي حدا ينزع لفرحتها، تمام؟ يا عمو غسان، لك بلكي اجت هي المرة وعملت شي قصة مع أمي، وقتها شو بدنا نعمل؟ لا مو معقول، يعني غالباً ما رح تسترجي تعمل شي، بس مع هيك أنا بدي اياكي تساعديني. لا تتركيها لأمك أبداً، وإذا حسيتي بشي غريب فوراً بتحاكيني، اتفقنا؟ لا تخافي حبيبتي، ما بتقدر تجي على العرس، أصلاً الشرطة ملاحقتها. إن شاء الله يلاقوها ويمسكوها بسرعة. إن شاء الله. غسان، توقعت إنه أنت اللي اجيت. شو عم تعملوا عند الباب؟ ليش ما فتوا؟ أهلا وسهلا حبيبي. كنا عم نفكر كيف بدنا نزين السيارة اليوم. مزبوط، برأيي خلي الزينة هادية أحلى بكتير، ما هيك؟ مزبوط يا روحي، أنا هيك بحب، يعني بتعرفيني بكره العجقة، أصلاً برأيي بلا الزينة، بتعرفوا ما بتهمني هاي القصص، أو إذا كانت الزينة كلاسيك ما بقول لا. كلاسيك؟ كلاسيك؟ لك صحيح؟ أنت ما عزمت رفقاتك يلي بالشغل القديم؟ لأنه إذا ما عزمتهم كتير عيب، كل هالسنين اشتغلتوا سوا، معقولة تنساهم حبيبي؟ بس أنا خبرت كل العالم وما نسيت حدا، وبعثت لهم كروت دعوة. ما بعرف، بس اتصلت فيني وحدة وقالت وين بدكم تعملوا عرسكم وأي ساعة تقريبا، قال بدهم يبعثوا ورد. والله حلو هالموقف منهم، ما قصروا معك أبدا. مرة؟ إيه. مين هي؟ يمكن تكون السكرتيرة، بس كأنه هاي المرة فيها شي، لأنه أنا بعد ما عطيتها العنوان دغري سكرت بوشي، يعني الواحد بيقول مبروك على القليلة، بس ما قالت وسكرت. ماما من وين جابوا رقم التليفون؟ معقول اسألهم هالسؤال؟ ما بصير بنتي، الجماعة معزبين حالهم بدون يبعتوا ورد، بدي حقق معهم. تذكرت، لازم تشلح هذا الجاكيت فورا. يلا يلا اشلحه لشوف، اشلحه، بدي أعرف جسمك متغير عن آخر مرة اجتمعنا، لأنه بهذا الموضوع بحب جوزي يكون رشيق. بس والله الظاهر إنك محافظ على جسمك منيح، شوف ما أحلاك رجال.
الحمد لله لساتك مثل ما انت. فوت لنكمل جوا، فوت لنشوف وزنك. يلا تعال. عمو غسان، بس ما تكون يلي اتصلت هي سوزان. لا لا مو هي، مستحيل. قلت لك الشرطة عم بيلاحقوها، بجوز عن جد رفقاتي من الشغل القديم. حبيبتي انت لا تاكلي هم. ها يلا غسان. حياتي بده يجي فريد لعندي، خلصي قبل ما يجي لانه راح يكون شاهد على كتب الكتاب. هو من هون ليجي بنكون خلصنا. تعال. تعالي يا عمري. سمعتي الدكتور شو قال؟ ايه سمعته. من اليوم ورايح انتبهي على حالك، اذا ما بدك الولد يولد بكير لازم تنامي وترتاحي منيح. حياتي عمر، هلا الولاد بيجوا ونجلة بترجع من المدرسة جوعانة، ما بصير هالحكي. مين بده يعمل لهم اكل؟ حياتي هنن كبروا بيعرفوا يدبروا حالهم، صحتك اهم. هلا خليهم يفوتوا على المطبخ ويعملوا الاكل بايديهم، واذا ما قدروا انا بطلب لهم همبرجر. وشغل البيت تركي مانو ضروري ابدا، المهم عنا هلا صحتك وصحة الولد. ماشي. من كتر ماني تعبانه مالي حيل اقول لك لا. خلص مثل ما بدك بيصير. خليني اخذك على الغرفه ترتاحي، مو احسن لك؟ لا عمر هونيك بمل، خليني اتسطح هون. مثل ما بدك، لكن حجيب لك مخده وبطانيه. عادي على مهلك. استنى. حبيبتي خليني ارفع لك اياهم. تمام. وهي كمان. ايه فرديون. حياتي انا لازم اروح، عندي اجتماع ضروري، لازم التقي مع قسم التسويق، بس رح احاول ارجع بكير. لا قيس بالبيت، لا تشغل بالك. نحن قبل ما نطلع كان بالبيت، ما بعرف اذا لساته بغرفته. يعني من الصبح قاعد عم بيتسمع على نفس الغنيه؟ لساته زعلان. طيب انا فايت شوفه. نخلي لك يا ربي، مو ناقصنا. ما تقوم تفتح البرادي؟ ولا شو هيك معلي الصوت؟ أنا هيك مرتاح بابا. أنا وأمك رحنا على الدكتور. شو يعني ما بدك تسأل شبهة؟ ليش شبهة؟ في خطورة إن تولد بكير، ولازم تضلها مرتاحة وما تتحرك بنوب. أنا هلأ بدي روح على الشغل، ولبين ما أرجع أهتم بأمك، مفهوم؟ طيب قيس. فهمت بابا. دقيقة جاي. ها؟ كيف وضعه عمر؟ لساته مثل ما هو، حابس حاله بالعتمة وقاعد صافن بالحيط. شو هيك منيح؟ ولا جيب لك مخدة تانية؟ لا بكفي وزيادة. هي كآبة المراهقين. يا الله عامل هيك كرمال بنت ما بتسوى قرش، بكفي هيك. بس اللي صار أحسن للكل، منيح كشفنا وشها الحقيقي لباولينا وخلصنا منها. شوفي أنت لا تتحركي أبداً، أنا نبهته لقيس يدير باله عليكي، وشو ما بدك بتقولي له هو بيعمل لك. ماشي؟ بس أنا بكرة لازم أتحرك لأني رح كون شاهدة بكتب كتاب ياسمين. هلأ ما في داعي لهالواجبات وأنت بهالحالة. أنا برأيي هلأ تدقي تعتذري منها وأكيد رح تتفهم. لا مو معقول، شو هالحكي يا روحي؟ حتى لو قبلت أنا بخجل، هي قالت قدام كل الناس رفيف أقرب صديقة لي وحاببتها تكون شاهدة على كتب كتابي، بدك يعني روح واعتذر منها؟ لا مو معقول. بس هي حقيقة، ما أنا حجة، والدكتور هيك وصاكي. ادخيلك وقت نجلة نفس الشي، وشو اللي صار؟ ولدت بصحتها، ولكني قبل بيوم كنت عم بغسل سجاد. غسلتي السجاد؟ قصدي نفضتهم. على الخفيف يعني، بس هيك عملت. طيب لكن أنا لازم روح. شوفي لا تنسي كلامي، اوعك ها. وقيس بيعمل لك كل شي بدك يا ماشي؟ أنا لازم أمرق لعنده أي شوي بعدين بكمل على شغلي. يلا ارتاحي. أصلا أنا اجتني النعوسة. طيب خليني لك أنبوسك لما أروح. نوم لنا. موفق بشغلك يا روحي. اخ لو بتسكر هالغنية المملة يا ابني، والله طقت روحي منها. فرطت بدي له اي. انا كتير متضايقة، شو ما بقلك ما بتسمعني بنوب. ليش اللي بحكي ما بيدخل بأدانك وما بتقيمه من ارضه؟ مسكر ادانيك دائما ما بتسمعني شو عم قول. حياتي انا ما عم بفهم عليكي، امتى حكيتيني شي وانا ما رديت عليكي؟
صار لي أيام وأسابيع وكمان سنين وأنا عم عيد وكرر، وأنت لا بدك تسمع ولا بدك ترد. ما قلت لك لما تفوت على تواليت بتشد السيفون وراك؟ معقولة ما بدك تفهم؟ بتخلص بتشد، بتخلص بتشد، هالشغلة بسيطة. إلا هلا ما عم تستوعب الموضوع؟ شكلي نسيت، عفوا. شكلي نسيت، عفوا. إيه طبعا، ما في أسهل من هذا الحكي. الواحد بيقول هاي مرتي وحبيبتي وأم ولادي، بشفق عليها شوي، بس ما تكون مفكرني بشتغل عندكم خدامة ومالي خبر. روشان، شبكي فايقة من الصبح عم تخانقي؟ صار لي زمان ما قعدت يوم السبت بالبيت، لا تندميني على هالشغلة وتخليني ما عيدها، تركيني بقى أعرف أقرأ جريدتي وأنا مرتاح. أنت المهم تقرأ جريدتك مرتاح وأنا خليني نظف وراك، كيف ما كان أنا شغلتي أخدمكم، لأنه هذا واجبي كمرة، ما هيك؟ أخس. مو معقول، مو معقول، عن جد ما عم بعرف شو بدي أقول. شو صاير خالته؟ كل الرفوف معباية كريمات وخلطات، مو ضال غير ناخد كام كريم ونعمل منهم صوص للأكل. وشو بدنا ناخد كمان؟ بدنا زيت الصويا. كل العالم صايرين نباتيين، أنا بالنسبة إلي ما في شي بيعوضني عن أكل اللحمة بنوم، حتى لو بدي موت ما بتركها. شو في وائل؟ ولا شي، أنا نسيت جيب الخميرة خالته، رح جيبها وإجي ما بتأخر. وائل تروح، ما في داعي نتخانق قدام العالم. انت شو عم تعملي هون؟ قلعوني من شغلي، شو بدك يعني اعمل؟ كان لازم لاقي شغل. نحن اشترينا الخميرة ليك هون بالسلة. بتصدقي؟ مفكر حالي نسيت اشتريها. مين هاي اللي كنت عم تحكي معها؟ هي جارتي بالحارة، ما حدا مهم. كأنه في شي مشكلة؟ لا خالته، ما في أي مشاكل، لما شفتها قلت بسألها إذا في عندهم خميرة هون. خلينا هلأ نشتري باقي الأغراض من السوق. لا بلا ما نروح هالسوق، ما معنا وقت، ما بدي نتأخر. ما فينا نرجع بدون ما نشتري كزبرة، لأنه الوصفة ما بتزبط بدونها. طيب يلا أمشي. هاتي عليك. هدول عاملين خطة مو منيحة للتسويق، بدي إياك تعملهم فركة إذن مرتبة. يعني نحن مننتج بضايع وما في منا بالسوق ومنتكلف ومنبعتها لعند جنابهم، وهن لا بيهتموا بشغلهم ولا حتى بيعرضوها بطريقة منيحة. صح، الحق معك يا لؤي. هالمرة رح حاكيهم وما رح أرحمهم، وبتشوف. تمام، لا تسايرهم أبداً. طبعاً. ماشي، إذا هن المسوقين نحن كمان المدراء. أكيد. نحن آسفين يا روشان، بس انشغلنا شوي. انشغلتوا شوي ما هيك؟ إذا قلتوا نحن ما بيهمنا هالشي يا روشان بيكون أصدق، مع أنه الناس لما بياخدوا كاسة الشاي بيحطوا الصحن تحته بهالشكل، كاسة الشاي بهالإيد والصحن بهالإيد، وهن زوجين ما بيفترقوا، صح؟ مو صعب الواحد يتذكرها دائما. بس طبعا ما حدا بيفكر فيني، وبعدين أنا يلي بتعذب لبين ما روح أثر الشاي على الطاولة، بس مين بيهمه بالله؟ كأنه عصبناها لروشان، ما هيك؟ الله وكيلك، من وقت ما فائت نازلة فيني خناق على بلا طعمي، شي على هي الشغلة وشي على هديك. اليوم قدي بالشهر؟ 15. لشوفي هيك قلي. عزبناك معنا، شكراً لإلك. لا ولا يهمك. شكراً. شكراً على رأسك. الشب الحلو واقف مع غسان، يلا لازم نشوفه عن قريب. يلا بشوفك بعدين. انتبهي. انتبهي يا اختي، وقعوا من ايدي. عن جد انا اسفه. شكرا كثير لك، عذبتك. تفضلي. يا الله قديشك زلمه محترم. لا العفو، هذا واجبي. والله اذا بقول لك انه من زمان ما بقى شفت رجال محترمين مثلك بجوز ما تصدقني. لا تواخذني على الغلاظه، بس انت ساكن جديد بالحاره يعني؟ لا انا بصراحه جاي مشان زور رفيقي. قصدك عن غسان ما؟ ايه لاحظت، وانا جاية طلعت عليكم شفتك واقف معه. ايه هو للصراحة انا كتير بحترمه، ونحن منكون جيران وصحبة قديمة كتير. بالله عن جد؟ ونحن رفقات من زمان، وبده اشهد على كتب كتابه. والله فرحتني بهالكلام، معناتها نحن الاثنين رح نلتقي مرة تانية بالعرس، واكيد انت وقتها رح تشوفني بغير هالمنظر. يعني انت رايحة على العرس؟ لكن طبعا يعني انا معزومه، طبعا معزومه انا رفيقتهم.
وبصراحة ياسمين وغسان ترجوني مشان كون شاهدة وما بقصر معهم إن شاء الله. اسمي فريد. وأنا اسمي أمل. فريد ما؟ العريس فريد؟ رفيف حبيبتي، إذا الدكتور منبهك ما تتحركي وديري بالك على صحتك وبدك تجي على العرس كرمالي رح نزعل من بعض. خلص أنا بلاقي وحدة غيرك تشهد بدالك. طيب طولي بالك ليكي، فكري معي، هذا مو أول زواج لإلنا، نحن منتمنى تكوني الشاهدة وأنتي كمان حابة تكوني، وغسان أكيد مثلنا أنا وياكي، بس القصة مو كتير ضرورية والشاهدة بتتأمن لك. يا روحي أنتي وضعك الصحي ما بيسمح لك أبدا. لا تناقشيني ياسمين، بدي إجي على العرس، باخذ تاكسي وبيجي وقتها ما بتعب. ماشي يا روحي، هلأ عم يدق الباب، بتصل فيكي بعد شوي، اتفقنا؟ يلا بشوفك بعدين حبيبتي، باي. غلطانة بالعنوان. وليه؟ لك مجنونة؟ افتحي الباب افتحي، بدي اياكي بشغلة مهمة لك هبلة. اسمعي ولي أمل، إذا بدك تجي بدك تكوني محترمة ومحشومة، وهي فساتينك اللي بتلبسيها بالعادة ما بدي شوفها بنوب، أي نص جسمك بيكون طالع وقت تلبسيهن، وبعرسي هالمناظر ما بقبلها أبداً. لك والله عيب عليك يا هالحكي، شو بنا؟ معقولة أنا خجلك بالعرس؟ شو ما بدك يعني بلبس؟ رح ألبس بدون نقاش، مو هذا عرسك بقى أنت حرة فيه، وكل شي بتقولي رح أعمله. شو صار لك فجأة؟ آه؟ لشو بدك توصلي بعد هالكلام الحلو؟ قولي لشوف. كنت أقول عنك غليظة بس دمك خفيف. ها؟ ياسمين؟ شوفي حبيبتي، أنا كتير بعزك وكأخوات المفروض وقف جنبك بهيك يوم، يعني قليلي شو أحلى من إني أفرح فيكي ونكون على طاولة وحدة وتكتبي كتابك وكون قاعدة جنبك. لك عيب شو هالحكي؟ هاي أفكارك المجنونة بلاها ولي مريضة؟ لك مو طبيعية، لوين راح تفكيرك لك هبلة؟ أنا بس بدي أفرح فيكي أنتي وغسان. أنا مثل أختك حبيبتي، وكان قصدي كون قاعدة معكن وأشهد على كتب الكتاب ووقع على العقد. شو فكرتيني مجنونة؟ ها؟ ما لقيت غير وحدة مثلك جيبها شاهدة على زواجي؟ ليش هيك عم تحكي معي حبيبتي؟ ليكي والله أنا شهدت بعرسين والجماعة عم يدعوا لي، بتعرفي ليش؟ لأنه لهلأ مع بعضهم، يعني صار لهم عمر وما رح يتركوا بعض لأنه توقيعي في حظ، لا تستقلي فيني. روحي بلا ما غير رأيي، ليكي حمدي ربك إنه بالآخر عزمتك على عرسي ورح تكوني موجودة. قال شاهدة قال. شبك لك ياسمين؟ أنا بحبك من كل قلبي وبعتبر إنه أختي هي اللي رح تتجوز، بقى ليش عصبتي علي كل هالقد؟ الله يوفقك يا أختي. اسمعي، بتعرفي ليش بدي أقعد؟ لأنه اللي بتشهد على كتب الكتاب وبتوقع فوراً بيجي نصيبة وبتتجوز إذا كانت مو متجوزة، وأنا صار لازم أتجوز يا أختي، بقى الله يوفقك، فكري فيني. والله يا أمل لا تواخذيني، بس أنا حطيت رفيف شاهدة وخلاص مشي الحال، إن شاء الله بيكتب الكتاب اللي بعده بجيبك. تفو لك الله يقصف عمرك، روحي إن شاء الله بيوم عرسك تصير معك مصيبة وغسان يغير رأيه بآخر لحظة ويعرف إنك غبية وما يتجوزك ويحرق لك قلبك إن شاء الله يا رب. لك أنت مجنونة؟ بص ما بدي اسمعي، لا ما بدي اسمعي، لا ما بدي اسمعي. يا قيس وينك يا روحي؟ قيس شو ماما؟ ناديت لك هيك مشان أسألك إذا فيك تروح على الكوى اللي براس حارتنا، لأنه فستاني عنده وبدي ألبسه بكرة بكتب كتاب ياسمين. هلأ بدي روح؟ إيه بدي إياه هلأ قبل ما يسكر، بتعرف وضعي، وإلا ما كنت زعجتك كنت حملت حالي ورحت جبته. خلص رايح. لازم افهم شو عم يصير، حاسسني قلبي انه في شي ورا هالتليفون. يلا بسم الله بسم الله. باولينا ليش عم تتصلي فيني؟ كان قلبي حاسسني ما بكفي اللي عملتي فيني لهلا. يو ما ضل شي نحكي فيه مع بعض. برافو، يلا ابني سكر الخط بوشها. طيب طيب بعد ربع ساعة بشوفك بالحديقة. العمى ربع ساعة وبده يشوفها؟ يا الله من وين اجتنا هالمصيبة هاي؟ ما صدقنا خلصنا من هالبنت لترجع لنا مرة تاني. شو الحل مع هالمخلوقة لتحل عنا وتتركه للولد بحاله؟ حاجة مهووس فيها بقى. يا رب شو هالطمع وحب المصاري هاد، دخيلك يا رب يصبرني. ماما قصدك هذا محل الكوى اللي براس الحارة ما هيك؟ بدك شي تاني؟ سلامتك. Bu kızı uğurdan herkese merhaba. İyi bir takip ettiğiniz üzülerden merak ettik.
يا لطيف كيف رايح لعندها مثل المجنون كأنه ما صار شي. إما راح خلي هالمغضوبة تستفرد فيه. رايحة لو بدي موت ما راح أسمح لك تتسلي فيه. مرحبا. لا تواخذيني عم بزعجك. أنا الصبح شفتك عم تحكي مع وائل. على فكرة اسمي نرمين. بعرف مين بتكوني يا خانم. وائل خبرك مو؟ بعرف إنه مو شغلتي بس انشغل بالي لما شفتكن الصبح عم تحكي أنت وياه. بيني وبينك أنا خفت إنه يكون صاير شي مشكلة بينك وبينه وما قال لي. إيه في هيك شي يا خانم. بتمنى ما تكون الشغلة خطيرة كتير. فهميني أنت ليش عم تتدخلي بشغلة مالك فيها؟ أنا آسفة، أنا كنت حابة ساعد مو أكتر، اعذريني، بس طريقة نقاشكم الصبح شغلت لي بالي وحبيت أطمن عليه، ولأني بعرفه شاب كتير أكابر، ما توقعت منه يحكي مع جارته بهالطريقة هي. قال لك إني جارته؟ إيه. أنا كون أمه لوائي. قيس جيت اسمعي اللي بدك تحكي معي. انت ما اعطيتني فرصه ابدا ولا حتى سمعتني لاثبت لك اني صاد او فهماني غلط. خليني احكي لك كل شيء وانت لحالك احكم. تعرف اني بحبك وانت كمان بتحبني، ما فيك تنكر. بعدي بعدي ايديكي عنه. بعدي اتركي ابني بحاله. امي ايه امك. ما بكفي الرجال اللي ضحكت عليهم ويلي خدعتيهم ولعبتي بمشاعرهم. ما بتقدري تحكي على ابني، فهماني انا موجوده. قيس لو سمحت بعدي عنه. عم قلك ماما خلص بكفي. ليش ماما ليش؟ عم قلك كذابة وضحكت على رجال كتير قبلك. لسه واقف معي يا ابني وعم تسمع حكي. امشي معي. ماما انا بدي اسمعي اللي بدها تحكي معي. باولينا بعد كل الشي اللي عملته فيك. ايه بعد كل شي عملته فيني. امشي باولينا. يا ريتك ضليت ولد صغير لأخذك من ايدك. أخذت إذن بس ما فيني أبقى غير 10 دقايق. بتصدقي؟ وائل قال لي إنه أمه ميتة من زمان. أنت بتعرفي بهالشي؟ إيه بعرف مع الأسف. طيب فيني أفهم ليش هو عم يدعي هالشي؟ وائل أطبعه غريب شوي. هو حكالك شي مين بيكون أبوه؟ إيه بعرف، المرحوم زوجي كان له علاقات كتير وأنت وحدة منهم. بعرف مين بتكوني. بالله؟ والرسالة اللي بعتها بعد ما تجوزتوا؟ أي رسالة بتقصدي؟ كتب لي رسالة بعد ما تجوزتوا بفترة. وقتها بهجت كان تخرج وصار دكتور معروف باسطنبول وصار يكسب كتير منيح كمان. قال لي بالرسالة إنه بيقدر يأمن حياة أفضل لوائل ابني. كان عم يسعى ليحصل على حضانة ابنه بس يظهر إنه مالك خبر بهذا الشيء. لا هو ما جاب لي سيرة بهالشي أبداً. طبعاً أنا تمسكت بحضانة ابني. وائل كان عنده خبر بأنه أبوك كان بده ياخده منك؟ حتى وقت قريب ما كان عنده خبر. لوقت ما لقى الرسالة بغرفتي وقراها. من وقتها صار وائل يتذكر كل طفولته اللي عاشها بفقر وتعتير معي، وقال لي أنه كان ممكن يعيش مع أبوه حياة أفضل من اللي عاشها معي. ومن وقتها هو مزعوج مني. يعني شو ما صار ما لازم يدعي أنه أمه ميتة من زمان صح؟ بنوب ما عجبني هالتصرف منه. قلت لك وائل طبعه غريب شوي. شوفوا على هالمنظر، يعني لو ما انتبهت كان بده يروح على العرس بدون زر، وبعدين بيحكوا الناس علي ومنتبهدل. هو شو صاير عليه؟ رح يقولوا شوفوا على هالمرة ما بتعرف تهتم بزوجها، ما حدا بيحط الحق عليه. يا مرتي يا روحي شوفي شو عملت لك من تحت ايدي. زهورات غير شكل، اشربي لشوف. شو هاد؟ لا يا روحي ما بدي يسلموا. حياتي حملت حالي ورحت لعند العطار لجيبهم وغليتهم كرمالك، على الاقل اشربي نصهم شاني. عم قلك ما بدي اشرب يا لؤي. شو بالزور؟ ايه اذا لزم الامر بالزور اشربي لشوف. هذا اللي كان ناقصني، ليش عم تغصبني اشربه؟ حياتي
صدقيني هذا منيح كتير للنسوان اللي مثليك. شو قصدك يلي مثلي؟ حياتي قصدي بالنسوان اللي مثلك، يعني بهالأيام فهمية لحالك، يعني هذا شراب منيح بالأيام المزعجة للنسوان. لحظة ما فهمت، أنت لما رحت شو قلت للعطار؟ شو سألته للزلمة؟ قلت له معلم عطيني بمعيتك شي هدي عصبية مرتي. شو بدك أعمل يا روشان؟ جبرتيني أعمل هيك؟ أنت ما بتكوني على طبيعتك أبداً وفوقها بتصير عدوانية. شو؟ أنا عدوانية؟ إيه عدوانية. وعم تتبلى علي كمان؟ لا ما عم بتبلى عليك حياتي. ليكي رح قلك مثلا كيف اليوم الصبح لاني ما سحبت السيفون اجيتيني معصبة وعملتي لي قصة وعملتي لي بهدلة طويلة، وبعدين اجي عمر ونحن عم نحكي بالشغل بلشتي تعيطي لانه ما حطينا الصحون تبع الشاي وبهدلتينا لانه رح نوسخ لك الطاولة. يعني كلها شغلات تافهة وما انا مستاهلة. من نظرك شغلات تافهة؟ ايه نعم شغلات تافهة. اسمعني شو رح قلك يا استاذ لؤي. اولا انا ما عم خانع على هالشغلات، ثانيا لانه انت ممكن تعلم على الطاولة بكاس الشاي تبعك، ولأنه ما عم تتعلم مثل كل الناس إنه تشد السيفون وقت تفوت على الحمام وتخلص، وفوقه أنا بيكون معي حق وبتطالعني غلطانة، والأضرب بدك طالعني مجنونة. يا عمي الشوم عليك، خد خيط زرك لحالك ما عاد لي علاقة. أخس أخس. يعني شو كان صار لو شربتي شفة من هالزهورات؟ كنت بتهدي شوي. يعني هي معقول مخجلانة من حالة؟ هي تالت مرة بتتجوز، ولك وبنتها صارت بطولها ما أنا طبيعية أبدا. لك عشان يسكتي. والطبخة شو طلعت طيبة؟ صب لك صحن تدوقي. كأنه عاملة حالة مو شايفتني. لكي بعرفك عم تسمعيني، بقى ردي ولا تطلعي لفوق قليل التربية. لا تطلعي فيها، خلاص اصبليها. والله معك حق. اسمعي ولي، معقول يكون عندي كل هالجيران والرفقات والقرايبين وبالآخير جيب وحدة مثلك تشهد بعرسي؟ لك شو فكرت فيني مجنونة؟ تحكي مع حالها الله يعين جوزها. إذا أنا بدي جيبك رح تشهدي زور. مرحبا جارتنا. لا تردي علي. أي والله. كمان أنت ما بدك تردي علي؟ علمتك هاي المجنونة قلة الترباية؟ وحدة وسخة. مزبوط. والله رح أطلع ورح تموت مني كمان. شفتي شلون عصبت؟ عم تلعي وما حدا سأل عنها. لكن شفت. امشي قعدي معي، امشي تعالي نحكي عليها ونشرب شاي. يلا امشي. أكيد هي هدية من غسان. أهلين ماما حبيبتي. شو هي اللي حاملتيها بإيدك؟ هدية جيت ولقيتها محطوطة قدام باب البيت. دي ما كان لازم تنتبهي وقت دقوا وحطوها، منيح ما حدا شافها وسرقها. ما حدا دق الباب، ما قالي خبر فيها. والله كتير انبسطت. شوفي جواتها مكتوب مين بعتها لهون. والله ما بعرف، بس يمكن كاتبين من جوا. إن شاء الله تكون صحن كريستال، حتى لو كان بلور قبلانة، لأنه لازمنا كتير غراض للمطبخ. يلا بسم الله. شو هالشو؟ إيمية، ديما، إيمية من وشي، يلا بسرعة. أنا ما بدي أشوفها بسرعة. شيليا من وشي، شيليا. مين اللي عمل فينا هالحركة؟ أمل عملتها، لأنه ما قبلت هي بدها تكون شاهدة بعرسي. أنا بورجيها رح أخنق أنا هالمجنونة، بدي موتها. ألو ألو عمو غسان، أمي لقيت علبة قدام الباب قبل شوي وطلع بالعلبة. أنا آسفة كتير بس فيه شغلات وسخة. بدي أقول لك شغلة، هاد أكيد بعتته سوزان. خليني إلا لماما على هالشغلة لو سمحت. لا لا حبيبتي ديما، لا تقلي لأصحك أوعك. ها أنا جاي فورا. ماشي ماشي. حطيتي هاي عند بيتي ما؟ مش عم تنتقمي مني؟ لك شو حد؟ الله لا يوفقك. شو هالروايح؟ لك أنا ليش لجيبها وحط لك ياها؟ إذا بدي انتقم منك ما بعمل هيك، بجي وبخرب لك منظرك قبل العرس مشان وقت تتصوري تضلي تتذكري أمل شو عملت فيكي بيوم عرسك ويحترق قلبك. شيلي هذا من وشي، قلبت معدتي. انت وصلها ما حدا غيرك بيعمل هالحركات، أنا بورجيكي. ياسمين لك الله لا يوفقك. شو عملتي بالتياب؟ لك هدول فساتين الخالة ماجدة، وسختي لي اياها للمرأة. لك يا مجنونة شو هالعملة؟
لك انا ما قلت لك انك ما تخلي امك تتحرك بتروح هيك بتاخذها على الحديقه كمان؟ انا ما اخذتها يا بابا، هي تسمعت علي واجت لحالها. انا قصدي انت السبب بروحتها يا فهيم. امك عرضت حياتها وحياه اخوك اللي بطنها للخطر وراحت المسكينه ركضت وراك لحتى تخلصك من هالبنت المحتاله اللي عشقانها. شو يعني انت ما بتستحي على دمك؟ انت ما بتخجل على حالك انك وصلت امك لهون؟ يا ابني لهالدرجه انت غبي؟ انت تعلقت بهالبنت لدرجه بطلت سائل على صحه امك. بابا انا ما سمعت حكي باولينا من قبل. ايه؟ لما سمعتها فهمت انه كنت ظالمه، امي بدها تفرق بيناتنا. يعني رجعت سامحتها كمان بعد ما ضحكت عليك ما هيك؟ شو انت ما عندك مخ تفكر ولا شو؟ امك عم بتحاول تساعدك من جهه وانت عم ما بدي حدا يساعدني ماشي؟ مالي بحاجتكم، ما عدت ولد صغير، بدي اخذ قراراتي لحالي وبدي اعيش حياتي على كيفي، وما بدي اسمع كلامكم الفاضي بكفي. انا بدي روح. روح الله معك روح، اذا مصر تدمر حياتك مع هيك وحده الله معك. قيس 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 انا مالي قدراني اقوم. لا تروح. تركيه خليه يروح، نحن حكينا اللي بدنا نحكيه وعمرينه يصطفل. إذا ما ضرب راسه بالحجر وتوجع ما رح يفهم إنه هو غلطان. نحن عم نسلمه بإيدينا للولد لهالبنت النصابة. حياتي أنت بتعرفي قيس حتى لو قلنا له لا تروح بصير بده يروح. تركيه يجرب إلا ما يفهم غلطه ويرجع لهون. بعد ما يوقع الفاس بالراس شو رح نستفيد عمر؟ أنا بدي هلأ يعقله ويفهم غلطه منيح. إذا خرب حياته وبعدين رجع له عقله شو رح يستفيد؟ خلص لا تضايقي حالك رح يرجع أكيد لوين بده يروح. يا ربي ماني قدران أقوم دور عليه، الولد حياته عم تنهار وأنا علقانة هون مطالع بيدي عمل شي لأحميه. يا ربي دخيلك. كتير اتضايقت لهلأ ما عم بقدر اتحمل اللي عملته. مو معقول الريحة علقانة، مو معقول. ما في شي حياتي خلاص. شو ملقلك؟ ما في شي حبيبتي. كيف؟ يا روحي انت نفسيا هيك عم بتحسي. لك مو معقول الريحة شو قوية؟ مين ممكن يعمل هيك؟ فهمني مشان الله. كنت شاكة بأمال بس اتأكدت انه مو هي، وإذا مو أمال ما ضل غير سوزان. بس سوزان بمستشفى الأمراض العقلية مستحيل تطلع منها. ايه مزبوط هي بالمستشفى، خلص انت لبقى تفكري فيها. طبعا يا ماما، بيكونوا الاولاد هنن اللي عملوا هالشغله وحطوها عند الباب. لا بنتي معقوله ولد صغير يروح يجيب علبه ويلفها مثل الهديه؟ والله مبينه انه مو شغل اولاد صغار. لا بيكون شي حدا عم بيمزح. انا رايحه اغسل ايدي بالكلور لانه الريحه علقانه. لا لا اصحك تعمليها. ماما بيأذي بشرتك، لا تعملي هيك شي. يا بنتي مالي متحمله، بدي اقوم غسلهم لاني قرفت كثير. ياسمين طالعه ريحتهم وبدي اغسلهم. خذ شمهم مره ثانيه. ياسمين ما في ريحه. يلا خذ نفس غميق. لك والله ما في ريحه، شبكي بلا طالعه ريحتهم، مالي قدراني اتحملهم. خلص ماما حلي عني كرمال الله. اوعك تغسليهم بالكلور. عمو غسان، هي اللي قدرت تجي اليوم لعند باب البيت بكره بجوز تجي على العرس عمال شي. حياتي الشرطه اصلا عندهم خبر وهلا بيكونوا عم بيدوروا عليها، ما رح تقدر تجي على العرس خلص. وحتى لو اجت نحن جنبها لياسمين صح؟ بقى لا تاكلي هم اطمني. لو سمحت بكره لا تتركها لامي لحالها. ما بتركها. شو هالقصة؟ أوف. شكراً إلك. أنا انبسطت معك. وأنا كمان انبسطت معك. والخاتم أنا بورجيكي. عن جد انت كتير مزعج. رح شوفك مرة تانية؟ منشوف اذا ضليت تهديني هيك هدايا اكيد. بعد عنا قيس. انت شو عم تعمل هون؟ اتركه للزلمة بترجاك.